ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا درس جديد بعنوان الري والثروه الحيوانيه والسمكيه في العالم. بينقسم الدرس بتاعنا النهارده الى جزئين، الجزء الاول هو النشاط الروي، والجزء الثاني وهو الموارد الحيوانيه في العالم. اول حاجه معانا في الدرس وهو النشاط الروي او تربيه الحيوانات، ولازم نعرف ان النشاط الروي او تربيه الحيوانات في العالم بيرتبط بالحشائش. والحشائش زي ما خدناها قبل كده نوعين، حشائش قصيره اللي هي الاستبس، وحشائش طويله واللي هي السافانا، وزي ما عرفناها في الترم الاول. تعال ننتقل لجزء اخر وهو انواع النشاط الروي في العالم. بينقسم النشاط الروي في العالم الى راعي بدائي او راعي تقليدي، والنوع الثاني وهو الراعي التجاري. تعال نعرف مع بعض الراعي البدائي. الراعي البدائي هو راعي بيمارسه سكان المناطق الصحراوية في مساحات واسعة بقارات العالم، يعني هو خاص بسكان الصحراء بس. طب فين أماكن تواجده؟ زي ما قلنا قبل كده إن هو خاص بالمناطق الصحراوية، يبقى أماكن تواجده هيبقى في الصحراء. وعندنا تلات أنواع من الصحراء. أول صحراء معانا اللي هي الصحراء الحارة، ودي موجودة في شبه الجزيرة العربية وبادية الشام بآسيا وشمال أفريقيا. وعندنا الصحراء المعتدلة، دي موجودة في وسط آسيا. وآخر نوع من الصحراء وهي صحراء التندرة الباردة، ودي طبعا بتبقى متجمدة طوال العام وموجودة في آسيا وأوروبا، وأخدناها في الترم الأول موجودة في شمال آسيا وشمال أوروبا، وبيربى عليها حيوانات الرنة. لكن الراعي البدائي القائمين عليه في تناقص مستمر، يعني اللي بيعملوا بحرفة الراعي في المناطق الصحراوية في تناقص مستمر. وهنا يجينا سؤال مهم، بما تفسر قلة عدد القائمين على حرفة الراعي البدائي في شبه الجزيرة العربية وبادية الشام؟ الإجابة بسبب توطين البدر وتدفق البترول. وزي ما انتوا عارفين ان في دول الخليج بسبب توفر البترول بدأ العمال ينتقلوا في الاستخراج البترول بدل من راعي الأغنام. وهنا يجينا سؤال تاني مهم، بما تفسر قلة عدد القائمين على حرفة الراعي البدائي في دول وسط آسيا؟ هنا الإجابة هتكون مختلفة شوية، بسبب انتشار التعليم بين القبائل وتغيير نشاطهم من العمل بالصناعة والزراعة والخدمات. تعالوا ننتقل إلى الراعي التجاري. والراعي التجاري هو راعي بيعتمد على الأساليب العلمية الحديثة لإنتاج الألبان واللحوم، حيث يربى كل نوع من الحيوانات في مزارع خاصة به، يعني بنربي الأبقار لوحديها والأغنام لوحديها. طب تعالوا مع بعض نعرف أماكن تواجد الراعي التجاري. بيمارس الراعي التجاري في مناطق حشائش الاستبس وحشائش السافانا في العالم، مثل الولايات المتحدة الأمريكية بأمريكا الشمالية، وهي مشهورة جدا بالراعي التجاري، حيث يوجد الحشائش الاستبس وتعرف هناك باسم البراري. تاني مكان معنا الأرجنتين بأمريكا الجنوبية، وآخر مكان معنا وهو أستراليا. وهنا يجينا سؤال مهم، بما تفسر يسود الراعي التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين وأستراليا؟ والإجابة هنا هتكون إجابة بسيطة، بسبب وفرة الحشائش زي الاستبس والسافانا، كذلك الاستخدام الأساليب العلمية الحديثة. تعال ننتقل مع بعض لشوية تدريبات. أول تدريب معنا، ما العلاقة ما بين انتشار التعليم بدول آسيا وحرفة الراعي بها؟ سؤال رقم 2، صوب ما تحت خط، يمارس الراعي التجاري في شبه الجزيرة العربية وبادية الشام. 2، يسود الراعي التجاري في الولايات المتحدة واستراليا وشمال أفريقيا. سؤال رقم 3، بما تفسر انخفاض أعداد العاملين بالراعي البدائي بقارة آسيا. 4، حدد أهم مناطق انتشار حرفة الراعي البدائي في العالم. ننتظر إجاباتكم في الكومنتات، وإن شاء الله هنزل الجزء الثاني من الدرس.